الشمس والقمر لا يشتكى بالفدي للبحر الأرض يجريا الشمس والقمر لا يشتكى بالفدي للبحر الأرض يجريا تسابق الزمان كتابها القرآن على صدى الأذان الخيل بالفرسان تسابق الزمان كتابها القرآن أمة العرب يا أمة العرب يا أمة العرب يا أمة العرب أيامها أيام بالفكر والإقدام بالحق والسلام تحاصر الظلام يا أمة العرب يا أمة العرب يا أمة العرب يا أمة العرب على مدى الحقب يا أمة العرب يا أمة العرب يا أمة العرب يا أمة العرب بالجود والعطاء ودعوة السماء بالجود والعطاء ودعوة السماء تحارب الطغيان تحرر الإنسان يا الله يا الله يا الله يا الله أيامنا أيام أيامنا رسول الله بهذه المهمة سلمني كتابا وأمرني ألا أفتحه إلا بعد يومين. يقول رسول الله: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة وهي بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. لقد نهاني رسول الله أن أكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع. أما أنا فماض لأمر رسول الله. إذن ونحن نسلك طريق الحجاز، وقبل أن نحط رحالنا هنا في نخلة، أظل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما، فراحا يتعقبانه
فتخلفا في طلبه. انتظرناهما طويلا وهما على ما يبدو قد أضلا طريقهما إلينا. أخشى أن يقعا بيد قريش. تمر ابن قريش تحمل زبيبا وجنودا يقودها عمرو بن الحضرمي. ما رايكم؟ هل ندع تجارة قريش تمر بسلام؟ يا عبد الله بن جحش، هذا آخر يوم في رجب. أنسيتم يا معشر المهاجرين ما صنعت قريش بنا وما حجزت من أموالنا؟ عبد الله بن جحش واصحابه هجموا على قافله قريش وقتلوا من فيها واسروا وجنوا منهم وعادوا معهم الابل والدواب. قتال في الشهر الحرام؟ قال لهم رسول الله: ما امرتكم بقتال في الشهر الحرام. وابى ان ياخذ من ذلك شيئا. لقد استحل محمد واصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم واخذوا فيه الاموال واسروا فيه الرجال، افترضون بذلك يا اشراف قريش؟ افترضون يا معشر المسلمين ان يستحل نبيكم واصحابه الشهر الحرام؟ ايها اليهودي، ما لك ومال الشهر الحرام؟ انت اردت ان اقول انما اصاب ما اصاب في شعبان. عندما قتلتم عمرو بن الحضرمي كان ذلك اول دم يسفك في الاسلام. ابشروا يا معشر المسلمين، ابشروا يا معشر المسلمين، ابشروا يا معشر المسلمين، لقد انزل الله عز وجل على نبيه المصطفى هذه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. صدق الله العظيم. لقد عدنا من الشام بتجارة وفيرة، كاد كل أهل مكة يشاركون فيها، غير أني أصبت خبرا من بعض الناس أن محمدا استنفر أصحابه علي وعلى إبلي. ضمضم ابن عمرو الغفاري، رأيت ركبانا قالوا إن محمدا وأصحابه يريدون بقافلتنا سوءا. وكم عددهم؟ هذا ما لا أعرفه. وكم رجلا يحرس قافلتنا؟ 40 في أكثر الأحوال. اذهب إلى مكة واستنفق قريشا على أموالهم وأخبرهم أن محمدا عرض لنا بأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قيل لنا يا عبد الله بن جحش إنك قابلت رسول الله. نعم. وكيف كان لقاؤك به؟ قلت له يا رسول الله، هل نطمح أن تكون لنا غزوة نعطى بها أجر المجاهدين؟ وبما أجاب؟ رحيم، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد بأصحابه، فاتركوها. الغوث 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 الغوث. هل يظن محمد وأصحابه أن هاجر بن الحضرمي؟ كلا كلا، ليعلمن غير ذلك. هيا. إرانا نبقى هنا في وادي ذفران. لقد جاء رسول الله خبر بأن قريشا قد خرجوا ليمنعوا إبل أبي سفيان. استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال. يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد لجلدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. فقال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا وعلى السمع والطاعة، فامضي بنا يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. أبشروا يا قوم، يا قوم أبشروا. يقول رسول الله: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. لقد صدرت طليعتنا من ماء بدر ومعها غلامان من قريش. لقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذين الغلامين من قريش أن قريشا وراء ذلك الكثي
الذي بالعدوة القصوى، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: كم القول؟ قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. فقال صلى الله عليه وسلم: القوم فيما بين التسعمائة والألف. فقال لهما صلى الله عليه وسلم: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعد كثير من رجال قريش. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها. إلا أني رأيت راكبين استرقيا ثم انطلقا. نترك بدرا يسارا وننطلق مسرعين، فقد نجت قافلتنا. اذهب الى قريش وقل لهم انكم انما خرجتم لتمنعوا رجالكم وابلكم واموالكم وقد نجونا بها، فارجعوا. قافلة أبي سفيان وسلكت طريق ساحل البحر، فهل بنا حاجة للبقاء هنا في بدر لقتال قريش؟ إلى المدينة ولا نلقى قريشا. أنا أشاطئك الرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. صدق الله العظيم. والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليه ثلاثة، فننحر الإبلة ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبجمعنا وبمسيرنا، فلا يزالون يهابوننا جميعا أبدا. فانظروا. قد نجى الله لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم، وإنما نفرتم لتمنعوه. وما له فاجعلوا به جبنها وارجعوا، فإنه لا حاجة لكم أن تخرجوا من دون ضغينة. لقد أجمعنا على قتال محمد وأصحابه، والله لا نرجعن حتى ندركهم. Thank you.
لقد عاد فارسنا عمير بن غرواد. هل قدرت لنا يا عمير أصحاب محمد؟ لقد طفت بفرسي حول العسكر، إنهم 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، فضربت في الوادي حتى أبعدت فلم أرى له كمينا أو مددا، ولكني رأيت يا معشر قريش، رأيت البلايا تحمل المنايا، رأيت إبل يثرب تحمل الموت الدائم. إنهم قوم ليس معهم مناعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فتبينوا أمركم وقروا قراركم. يا معشر قريش إنكم وحق اللات والعزى ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، وإن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه لأنه قتل ابن عمه وابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك فإنكم قد سالمتموه. هي الحرب. شيبة بن ربيعة وابن الوليد وأنا عتبة، ومن أنتم؟ هذا علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وأنا حمزة. نعم أتباع كرام. الله
إخوة الإيمان، استعدوا للقتال. الله أكبر. الله أكبر. تقدموا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أبا جهل، هل أخزاك الله يا عدو الله؟ لماذا أخزاني؟ أعجب من رجل قتلتموه؟ أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ لله ورسوله. لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويحي الغنم. الله أكبر، الله أكبر، لقد قتلت أبا جهل ورب الكعبة. النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. رسول الله يبشركم بما فتح الله عليه وعلى المسلمين. رسول الله قدم المدينة وقال: استوصوا بالأسرى خيرا يا معشر المسلمين. إنها البشرى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. بالفدي للضعف بالعربية الريال.